السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجمع الكريم رئاسة كريمة من فخامة السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، حفظه الله وحفظكم وحفظ الناس جميعا. يعقد هذا المؤتمر الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني برئاسة معالي الوزير الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. الجمع الكريم، نبدأ مع حضراتكم وقائع الجلسة العلمية التاسعة بعنوان الاستخدام غير الرشيد للوسائل الإلكترونية. محدثنا في هذه الجلسة أساتذة وعلماء أجلاء من دول مختلفة. أنا على يقين كامل أننا سنقتبس منهم ونتعلم منهم الكثير والكثير إن شاء الله، وكذلك من مداخلات حضراتكم بعد إلقاء كلماتهم وأفكارهم إن شاء الله. معنا فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد ربيع أحمد يوسف، عميد كلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر الأسبق، والدكتور مهاجري زيان، رئيس الهيئة الأوروبية للمراكز الإسلامية قادما من سويسرا، والدكتور محمد سليم الندوي، أمين عام منتدى الهند للوسطية والحوار قادما من الهند، وفضيلة الشيخ خالد رزق السيد تقي الدين، رئيس المجلس الأعلى للأئمة قادما من البرازيل. الجمع الكريم، اسمحوا لي أن أقدم لحضراتكم أستاذي فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد ربيع أحمد يوسف ليلقي كلمته في 7 دقائق إن شاء الله، فليتفضل سيادته مشكورا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فبعد التقدم التقني الذي تتسارع وتيرته في العصر الحديث، أصبح الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة ووسائل الاتصال أمرا لا مفر منه، بل أصبح الفضاء الإلكتروني هو المسيطر والمتحكم في كثير من مجريات الأحداث حول العالم. ومما لا شك فيه أن وسائل الاتصال الحديثة لها فوائدها المتعددة التي عادت بالنفع في كثير من أمور الحياة، وشأنها كشأن أي اختراع بشري فيه فوائد وله مضار. وتشهد مصر حراكا قويا في مجال أمن المعلومات والشبكات، وذلك تزامنا مع الاهتمام الدولي المتزايد بشأن أمن المعلومات في ظل ما تشهده بعض دول المنطقة من اختراقات أمنية للبنية التحتية والشبكات والمعلومات نتيجة التطورات الحديثة والتكنولوجيا المتصارعة. ومن هنا كان هذا المؤتمر المبارك الذي يثبت أن وزارة الأوقاف المصرية لها جهودها الطيبة المثمرة في التفاعل مع أحداث الواقع، وليست بمعزل عن اهتمامات المجتمع. وقد كان لوسائل الاتصال الحديثة فوائد، منها تيسير الحصول على المعلومة، فلها أثرها الفعال في تيسير الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات وسهولة الرجوع للمصادر، بالإضافة إلى تصفح وتحميل الكتب على أجهزة الحاسوب الشخصي. ثانيا، توافر فرص التعليم عن بعد في كثير من جامعات العالم والحصول على الشهادات، ويكون الحضور افتراضيا. وقد طبقت وزارة الأوقاف المصرية التعليم عن بعد في الدورات العلمية والتقنية والتثقيفية التي تقوم بها الوزارة لزيادة الوعي الفكري للأئمة والواعظات. ثالثا، اتاحت فرص للشباب للعمل من خلال التسويق للمنتجات. رابعا،
نقل الخبر وقت حدوثه ومطالعة أحدث الأخبار والمستجدات. خامسا التواصل مع الآخرين بيسر وسهولة، ولكن لها مضارها المتعددة، منها استخدام الجرائم السبرانية وزيادة معدلاتها، حيث ارتفعت معدلات الجريمة الإلكترونية وظهرت مجموعة من الظواهر السلبية الإلكترونية من قبيل التنمر والاحتيال والابتزاز الإلكتروني. ولها من المضار أولا العزلة الاجتماعية ووهم التواصل الافتراضي. الإنترنت عالم افتراضي يجعل الإنسان يستمتع به ولا يخرج منه لمعلوماته المتسلسلة، ويلاحظ أنه مع سهولة التواصل بين الأفراد حدث تباعد اجتماعي في محيط الأسرة. ثانيا البحث العلمي. الشبكة العنكبوتية لها أثارها السلبية على البحث العلمي وكذلك على الباحثين. أما أثارها السلبية على البحث العلمي فقد ساهم الاختراع الحديث في السرقات العلمية وضياع جهود الآخرين، وأما تأثيرها السلبي على الباحثين فكثرة المعلومات وتدافعها يعمل على اختلاط الأمور وتشتيت الذهن. ثالثا ترويج الإشاعات. لوسائل الاتصال الحديثة أثر خطير في ترويج الشائعات دون محاولة التثبت من الحقيقة، فبعض الناس بمجرد أن يقرأ شيئا على وسائل التواصل فإنه يقوم بمشاركته دون أن يتثبت من صدقه. رابعا التربح على حساب الأخلاقيات في برامج الإنترنت. للبحث عن المال يقوم بعض الشباب والفتيات بعرض مقاطع مبتذلة على برنامج البث المباشر، ورغم مطالبة بعض السياسيين وتقديم محامين بلاغات تطالب بحجب هذه المواقع، إلا أن هذا قد يكون حلا يمنع العرض، إلا أنه ليس معالجة جذرية للقضاء على هذا الفساد لسهولة اختراق المواقع المانعة. خامسا تعرف الشباب على أصدقاء السوء. الصداقات عبر مواصل التواصل الاجتماعي لا حدود لها، فقد تكون هناك صداقات رغم اختلاف الفكر والمعتقد، وتسبب هذا في شر مستطير وحوادث متعددة تناقلتها الصحف عن صداقات وتعارف من خلال وسائل التواصل أودت بحياة أصحابها، لأن الهدف منها كان ممارسة الشذوذ الجنسي، وقد نشرت الصحف الورقية والإلكترونية بعض هذه الوقائع. سادسا التجسس على الآخرين واقتحام الخصوصيات، وقد يصل الأمر إلى الابتزاز. سابعا سهولة الوصول للمواقع الإباحية ورؤية أمور لا يستحب مشاهدتها بل يحرم مطالعتها. من المخاطر التي تهدد الرجال والنساء سهولة التداخل على المواقع الإباحية وما تسببه تلك المشاهدات من مشاكل نفسية وجسدية. سبل التقويم. أولا المحتوى الجيد. لابد أن يكون المحتوى صحيحا نافعا واقعيا، وأن يبتعد عن القضايا الخلافية بلا مجاملة على حساب الحق، وأن يتجه للبناء والإيجابية لا إلى الهدم والفوضى، وأن يكتب بلغة جيدة وأسلوب سهل. وأوصي هنا بالعمل على التعلق باللغة العربية حفاظا على الهوية التي كادت أن تندثر في الدول العربية. مسايرة الواقعية والتركيز على ما يحتاج إليه الناس، عدم الترويج للإسفاف أو الانحطاط الأخلاقي أو السلوكي، زراعة الأمل وعدم اليأس، عدم نشر الشائعات المغرضة والتثبت من الخبر قبل نقله. ثانيا الأدوار المجتمعية المتعلقة بحسن التوظيف والأداء. دور الأسرة، للأسرة دور كبير في تربية الأبناء بصورة عامة والحفاظ عليهم وتنمية مهاراتهم وقدراتهم، وهذه مسؤولية فرضها الشرع الحنيف. دور المؤسسات التعليمية، المؤسسات التعليمية أثر طيب في تربية الناشئة إذا قامت بواجبها من حيث الإرشاد والتوجيه وتنمية المهارات. دور الإعلام، للإعلام المسموع والمرئي والمقروء دوره في التوجيه، وينبغي أن تقوم وسائل الإعلام بدورها. دور المؤسسات الدينية، المؤسسات الدينية لها دورها الفعال في نشر الوعي بين فئات المجتمع وغرس القيم النضيلة، ومن هذا المنطلق جاء اهتمام وزارة الأوقاف بالفضاء الإلكتروني والدعوة الإلكترونية وإعلان عام 2023 عام الدعوة.
وفي نهاية كلمتي أوصي القائمين على أمر الدعوة بالتركيز على غرس مراقبة الله سبحانه وتعالى، وأنه المطلع على كل شيء، الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فعالم التواصل الافتراضي فيه الشر كما فيه الخير، يمارس فيه القصف الجنسي بكل ألوانه وشروره من خلال الروابط المتطفلة والإعلانات المتتابعة، وإذا لم يكن هناك ضمير يقظ ومنتبه يخشى الله وقع الإنسان في هذه المهالك. ولذا يجب تربية الشباب على الإيمان والتقى، وأن الله لا يعزب عنه شيء في السماوات ولا في الأرض. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شكرا جزيلا لأستاذ الأستاذ الدكتور أحمد ربيع على هذا الطرح الوجيز المعبر عن المؤتمر شكلا وموضوعا. ونريد من فضيلته توصية واحدة يركز عليها إن شاء الله بعد إن شاء الله الانتهاء من كل إلقاء الورقات البحثية. الآن الجمع الكريم اسمحوا لي أن أقدم بفخر لحضراتكم السيد الدكتور مهاجري زيان، رئيس الهيئة الأوروبية للمراكز الإسلامية، قادما من سويسرا. والصلاة والسلام على رسول الله. عنوان كلمتي: الفضاء الإلكتروني ودور الهيئة الأوروبية للمراكز الإسلامية في استخدامه. بداية أود أن أعبر عن خالص شكري وتقديري لجمهورية مصر العربية رئيسا وحكومة ومؤسسات وشعبا، كما أتوجه بعظيم الشكر وجميل الثناء للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ووزارة الأوقاف ممثلة في معالي الوزير الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة على تنظيم هذا المؤتمر وتشريفي بالمشاركة في هذا الحدث الفكري والدعوي الهام، كما أشكر معاليه على اهتمامه بهذا الموضوع: الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني بين الاستخدام الرشيد والخروج عن الجادة، وإعلان وزارة الأوقاف عام 2023 عاماً للدعوة الإلكترونية. نعيش اليوم في قرية صغيرة مملوءة بالكم الهائل من الأفكار والمعلومات، فقد أصبح الفضاء الإلكتروني جزءاً لا يتجزأ من حياة المجتمعات العصرية، وأحدث طوفاناً معلوماتياً وسرعة في نقل الأحداث التي تجري حول العالم بأكمله. وتعد مواقع التواصل الاجتماعي عبر الانترنت من أحدث منتجات تكنولوجيا الاتصالات وأكثرها شعبية. وبالرغم من أن هذه المواقع أنشئت في الأساس للتواصل الاجتماعي بين الأفراد، إلى أن استخدامها امتد ليشمل النشاط السياسي والديني والأكاديمي والرياضي والاقتصادي وغير ذلك من الأنشطة. ثم إن فئة الشباب هم أكثر الفئات إقبالاً واستعمالاً لشبكات التواصل الاجتماعي، وهم الأكثر مواكبة للتطورات التقنية في مجتمعاتهم، كون معظمها تم تسهيل استعمالها حتى لغير المتعلمين. فالتدفق المعلوماتي أدى إلى عدم مقدرة الشباب على التمييز بين ما هو صواب وما هو خطأ، مما أدى إلى حدوث أزمة فكرية كان لها أثر كبير في دفع الشباب للخروج عن الجادة والتمرد على المألوف والثورة على قيم المجتمع الأصيلة. وأصبح جلياً أن معطيات التقنيات الحديثة التي أسيء استخدامها كان لها أثرها في ضرب استقرار المجتمعات وتماسكها، وساهمت في تخريب بنى ثقافة التعايش والسلم. فالشباب يستخدمون الانترنت وهم مقتنعون بحتمية استخدام هذه الوسائل كإحدى متطلبات العصر ولا يمكن الاستغناء عنها، مع علمهم الأكيد بأن هذه الوسائل لها دور في تزييف الحقائق أحيانا، كما أنها وسيلة لترويج الفساد وإبعاد الناس عن القيم والضوابط الاجتماعية أحيانا أخرى.
وإدعي الهيئة الأوروبية للمراكز الإسلامية وتدرك في الآن نفسه أن حقل الدعوة أصبح يواجه تحديا دعويا ودينيا كبيرا من خلال التواصل في وسائل الفضاء الإلكتروني وظهور أدوات الذكاء الاصطناعي التي تعمل على استحداث تقنيات حديثة تسهم في جذب العقول وإقناع الكثيرين بما هو مراد من الرسالة الموجهة إليهم إن مرونة الدين الإسلامي ويسره وصلاحيته لكل زمان ومكان تقتضي أن تكون الدعوة بأسلوب العصر ولغته وبمختلف الوسائل والأساليب الدعوية المشروعة التي تضمن نقل الدعوة إلى الله وعرضها على المدعوين إليها بأفضل الطرق وأوضحها. بواعث ودوافع العمل الدعوي في الفضاء الإلكتروني: مع تطور وسائل التواصل التكنولوجي أصبح مصطلح الفضاء الإلكتروني مصطلحا عصريا لازما في كافة المجالات والأنشطة، لا سيما تلك التي تختص بالوعي الديني والفكري، الأمر الذي يجعل من الدعوة عبر الفضاء الإلكتروني حتمية عصرية وضرورة إلزامية تتوافق مع طبيعة العصر، خاصة وأن وسائل التواصل الاجتماعي ومختلف البرامج كتقنية الزوم وغيرها أصبحت هي الوسائل الأكثر تأثيرا في المجتمعات والأفراد والأجيال الناشئة. والهيئة الأوروبية للمراكز الإسلامية كمؤسسة من مؤسسات العمل الدعوي والتربوي في أوروبا تؤمن بفكرة الاستثمار في هذه الفضاءات الإلكترونية التي تتيحها شبكة الإنترنت، الأمر الذي يتطلب من المؤسسات الدعوية المسارعة في إيجاد تواجد حقيقي للعمل الدعوي والديني السليم عبر الفضاء الإلكتروني بكافة وسائله. هناك عدد لا بأس به من البواعث والدوافع وجملة من المسوغات والمحفزات التي تدفع بالمؤسسات والهيئات الناشطة في الحقل الدعوي والديني إلى اقتحام العقبة وتجعل اقتحام الفضاء الإلكتروني من خلال النشاطات الدعوية والتربية مسألة ملحة وضرورة استعجالية نجملها في النقاط التالية: أولا، التصدي للإرهاب في الفضاء الإلكتروني. ثانيا، إزاحة الشبهات المغرضة على الإسلام ورجاله. ثالثا، تصحيح المغالطات المنتشرة حول الإسلام وثقافته. رابعا، التصدي للحملات المغرضة والمؤامرات المدمرة. خامسا، نشر الإسلام الصحيح والوسط المعتدل. سادسا، توفير مساحات للتعلم والتثقيف. سابعا، تسهيل عملية الاتصال والتواصل مع أوسع الفئات المجتمعية. ثامنا، الإعلام بمناشط المراكز الإسلامية ومساجدها. تاسعا، تحفيز الشباب على الانضمام إلى مختلف المناشط الإسلامية. عاشرا، طمأنة غير المسلمين وإزالة الحواجز الوهمية من أجل التعايش والتعاون بيننا جميعا. فالهيئة الأوروبية للمراكز الإسلامية فيما يتعلق بالتصدي للإرهاب الإلكتروني في 2017 وقعت بروتوكول تعاون مع حملة السكينة لتعزيز الوسطية، وهي من أكبر الحملات العالمية في مكافحة الإرهاب الإلكتروني، وقد حاورت أكثر من 6000 إرهابي مباشرة عبر هذه الوسيلة، وقد تعاوننا معها وعقدت الكثير أو نظمنا الكثير من الدورات للأئمة والمشرفين على المراكز الإسلامية في هولندا، في فرنسا، في سويسرا، وفي بعض الدول الأوروبية الأخرى. أقرأ التوصيات إذا تسمح لي. نعم. الهيئة الأوروبية لها مناشط كثيرة عبر الفضاء الإلكتروني، لكن لا يسمح الوقت لسردها، وهي موجودة في الورقة. أختم كلمتي بالنتائج والتوصيات. الفضاء الإلكتروني ضرورة عصرية، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الفضاء الإلكتروني له فوائد جمة، منها مواكبة الأحداث العالمية والمستجدات في كافة مجالات الحياة. ثالثا، تحصين الشباب المسلم في أوروبا من مواقع التواصل الاجتماعي التي تقنعهم بفكر المتطرف وتجندهم ضد بلدانهم. التوصيات: ضرورة وضع خطط استراتيجية متكاملة لكل المؤسسات الدينية خاصة في الغرب للتعامل مع الفضاء الإلكتروني ووسائل التواصل والاتصال الحديثة، وحسن توظيفها في نشر الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم ومجابهة الأفكار المتطرفة. وبارك الله فيك على أن تحت لنا. شكرا جزيلا. قدم توصية.
شخصية مهمة جدا، وهي من أهداف هذا المؤتمر الكريم، وهي أنه لابد أن تعد خطط واضحة قابلة للتنفيذ من أجل مجابهة المخاطر التي تقصد هدم البشرية وليس فئة بعينها. الشر دائما يهدم الأخضر واليابس ولا يفرق بين هذا وذاك. حفظكم الله وحفظ الناس جميعا، وأنا معكم إن شاء الله. الآن اسمحوا لي الحضور الكريم أن أقدم بشوق صديقي الدكتور محمد سليم الندوي، أمين عام منتدى الهند للوسطية والحوار، قادما من الهند، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها المؤتمرون المباركون الرائعون الطيبون، أحبكم في الله، أحب الصالحين ولست منهم، لعلي أن أنال بهم شفاعة. مجرد وجودي معكم يثلج صدري. لله قوم إذا نزلوا بمنزلة حل السرور وصار الجود إنصار. ورقتي البحثية الانحرافات الفكرية عبر الوسائل الإلكترونية وسبل مواجهتها هي عبارة عن أسباب الانحراف الفكري عبر الوسائل الإلكترونية وعن مظاهر الانحراف الفكري وآثاره وسبل مكافحة الانحراف، مختوما بالتوصيات. إذا سمحت لي قرب الميك منك قليلا. الورقة موجودة عندكم في متناول أيديكم، إن شاء الله تقرأونها قراءة متأنية لا قراءة عابرة سريعة. هم يريدون معرفة من حضرتك ما الانحرافات. طيب، لا أريد أن أخوض في هذه المقالة الطويلة، ولكن عندي إضافة أخرى أريد أن أضيفها. فهي: أحييك يا مصر الحبيبة تحية إجلال وإكبار، تحية سلام واحترام. أحيي فيك قيادة العالم الإسلامي، الزعامة التي تفوزين بها بجدارة واستحقاق، لا باغتصاب ولا احتكار. إنك تحلون اليوم في العالم الإسلامي محل القلب الحي النابض، ومحل السمع والبصر، ومحل العقل والفكر، وإن حسد فيك الحاسدون، ومكر فيك الماكرون، ويمكرون، ويمكر الله، والله خير الماكرين. وحيي فيك يا أم الدنيا سوق الأدب وعقال اللغة ومصدر الثقافة. إن العالم الإسلامي قد أحلك محلا رفيعا ووضع ثقته فيك، فاحمدي ربك بأنك من أغلى بلاد الله حبا وكرامة وعزا وشرفا وإباء. هذا من فضل الله تبارك وتعالى. أريد أن أقول في أذنك يا مصر، إن لله في خلقه شؤونا، وقد اختارك الله للأستاذية لا للتلمذة. فيك الأزهر الذي لو لم يكن فيك غير الأزهر لكفاك فخرا.
أحيي فيك يا مصر لأنك اليوم جمعت علماء وكبار العالم الإسلامي وتناقشين عن قضية الدعوة والإنترنت التي صارت القضية أكبر قضية تمس الأمة. إنها قضية إيمان وكفر وقضية إلحاد وإسلام، حيث أننا بحاجة إلى دعوة إسلامية بصبغة جديدة وإلى تصميم حكيم وتفكير هادي. إننا في حاجة إلى رجال ينقطعون لحل هذه المشكلة وإلى قلوب لا يحملون حقدا لأحد. إننا في حاجة إلى هيئة علمية تهدف عقول وقلوب شباب الأمة. أحيي فيك يا مصر غيرتك على الدعوة وأنت أهل لها. فيك الكاتب المبدع والمترسل القدير والعالم الضليع والأديب الفنان والباحث الناقد والفيلسوف الحكيم والمحدث اللبق والشاعر المطبوع. يا مصر الحبيبة، سامحني أن أقول لك إن لك مسؤولية وهي أعظم وأوسأ من أي مسؤولية، وهي مسؤولية لا تستطيع أن تتحملها إلا عاتق مصر. يا مصر، تتحملين في طياتك رسالة الدين والدعوة وتعلميننا بأن لا وجود لهذه الأمة إلا بربط العلاقة بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وهذا الذي ينقذ الشباب من الضياع ومن براثن الفساد الصحابي. وفي هذا الصدد دعني أن نقول إننا أنشأنا في الهند المركز الهندي للتعريف بالرسول صلى الله عليه وسلم. يا أرض الكنانة، إن لك أن تستمر في دورك القيادي في نشر الإسلام الوسطي، ونحن معكم ونضع أيدينا في أيديكم ونقف وراءكم صفا مرصوصا لنبني مستقبلا واعدا. أخوكم من دولة الهند التي هبطت مركبتها الفضائية شندريان على القطب الجنوبي للقمر، من دولة الهند التي فيها أكثر من 200 مليون نسمة من المسلمين وفيها أكثر من 300,000 مساجد، من دولة الهند التي يعيش المسلمون فيها بكل تسامح وتعايش. في الأونة الأخيرة كانت هناك زيارة تاريخية واستثنائية لسماحة المفتي العام لجمهورية مصر العربية وللأمين العام لرابطة العالم الإسلامي. إنها كانت زيارة تاريخية أثرت فوائد عظيمة لصالح مسلمي الهند. فشكرا إلى رئيسي هذا الحفل الكريم، هذا المؤتمر العظيم، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، رئيس المجلس الأعلى. والشكر موصول للرئيس الدولة عبد الفتاح السيسي حفظه الله ورعاه. هنا أختم كلامي وإلى لقاء آخر إن شاء الله. حفظكم الله. شكرا جزيلا للأخ الدكتور محمد سنين الندوي على ما قدمه من مشاعر رقيقة، وهو صادق فيما قال. وثمت حاجة للحضور الكريم أن نتعرف على الانحرافات الفكرية، يعني ما الانحرافات الفكرية التي قمتم برصدها، وليكن اثنين. ربما يكون من الحضور من يريد أن يتحاور معك فيما تم رصده إن شاء الله. إذا كان هناك وقت نلجأ إليك ثانية. والآن الجمع الكريم، حظيظ بأن أكون أمام حضراتكم مقدما
لهؤلاء العلماء الأجلاء. نستمع الآن معا إلى فضيلة الشيخ خالد رزق السيد تقي الدين رئيس المجلس الأعلى للأئمة بالبرازيل، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، البحث مبسوط بين أيديكم، ولكنني سأرصد في كلمة اليوم بعض المظاهر للاستخدام غير الرشيد للفضاء الإلكتروني. أقول وبالله التوفيق. لقد تسمم الفضاء الإلكتروني بتنظيرات جماعات الظلام والجهل، وأصبح مرتعا خصبا لاستقطاب شباب المسلمين، وخصوصا في بلاد الاغتراب، للقيام بأعمال الإرهاب والقتل وتشويه صورة الإسلام النقية الطاهرة. لقد من الله على دولة البرازيل ودول أمريكا اللاتينية أن تقوم جمهورية مصر العربية في عهد الرئيس جمال عبد الناصر رحمه الله عام 1956 بابتعاث المرحوم الدكتور عبد الله عبد الشكور كامل، هذا الرجل الذي أسس لعمل دعوي قائم على رؤية واضحة ونهج سليم، وتجاوز زمانه باجتهاداته الفقهية، وكان أول من كتب حول فقه المهجر، فكتب نحو فقه مهجري جديد. واستمر هذا الجهد حتى وصل أوجه في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي حفظه الله ورعاه، وبجهود مشهودة وملموسة لمعالي وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، أيده الله بالتوفيق الدائم. إلا أنه قد تسلط على الدعوة الإسلامية في دولة البرازيل وأمريكا اللاتينية أناس حظهم من العلم قليل ومن الفقه نذير، قد اتخذوا من الدعوة الإسلامية ستارا لمكاسبهم المادية الخاصة، فتحالفوا مع جماعات الإرهاب والظلام، وفتحوا الباب لهم واسعا في البرازيل وأمريكا اللاتينية. ودعوني في هذه العجالة أن أسلط الضوء على بعض محطات الاستخدام غير الرشيد للفضاء الإلكتروني في دولة البرازيل. أولا، التجنيد. تأثر شباب المسلمين في البرازيل بقنوات داعش وغيرها من الجماعات المتطرفة، حتى وصل الأمر ذروته وتم القبض على خلية ومجموعة كبيرة من الشباب، أكثرهم ممن اعتنق الإسلام عام 2016 في قضية الهاشتاج الشهيرة قبل الأولمبياد في ريو دي جانيرو. ثانيا، تصدر مجموعة من الجهلة وأتباع داعش المشهد الدعوي فقط لأنهم يجيدون اللغة البرتغالية، وأصبح إطلاق لقب شيخ عليهم وترك مجال الفضاء الإلكتروني لهم يرتعون فيه كما يشاءون. وهذا ممكن أن ترصدوه في أي مكان، وخصوصا في البلاد الأوروبية وبلاد الاغتراب. ثالثا، انتشار الجامعات والمؤسسات الوهمية والتي لا توجد على أرض الواقع بأسماء كبيرة ورنانة، بعضها نصب نفسه جامعات كبيرة تعطي شهادات الماجستير والدكتوراه، وهي نفس الجامعات التي تورط أعضاؤها في الصومال مع بوكو حرام، استخدمت الفضاء الإلكتروني، وبعض فروعها يترأسها أناس حظهم من العلم قليل، وباعهم في سب الدول العربية والإسلامية تطفح به شبكات التواصل الاجتماعي. رابعا، استخدام الفضاء الإلكتروني للضرر بالدعاء وتشويه صوراتهم، الدعاء الحقيقيين، واتهامهم بتهم زائفة. والحمد لله رب العالمين، فقد قمنا من خلال المجلس الأعلى للأئمة والشؤون الإسلامية في دولة البرازيل بمبادرات هامة للقضاء على هذه الظواهر، حتى وصل الأمر إلى القضاء البرازيلي حتى يقول قولته في مثل هؤلاء. خامسا، انتحال ألقاب ومسميات ما أنزل الله بها من سلطان في الفضاء الإلكتروني، مثل مفتي البرازيل غير موجود، مثل دار الإفتاء البرازيلية، تبين لنا أنها شركة لبيع الدخان والمواد الكحولية.
مجلس أمريكا الشمالية وما حولها وغير ذلك، وأرى أن الحلول تتمثل فيما يلي بفضل الله تبارك وتعالى. فإن بعثة وزارة الأوقاف المصرية بدولة البرازيل في عهدها الحالي تمثل صمام أمان، فباعهم من العلم وافر وقيادتهم واعية لمتطلبات العصر ومنتبهة للمؤامرات المختلفة التي تستهدف تشويه صورة الإسلام. فإذا أضفنا إلى ما سبق، أولا أن يقوم الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف المصرية بمنح فترة إضافية للابتعاث الدعاء 3 سنوات، تكون 3 سنوات و6 أشهر، يتم فيها تهيئة الداعية ببرنامج مكثف لتعليم اللغة البرتغالية ووسائل التواصل وثقافة المجتمع البرازيلي. ثانيا أن يتم اعتماد اللغة البرتغالية لترجمة أبحاث ودراسات ومواقع الأزهر الشريف، وهذا كله نستطيع أن نقوم به، ليس على الله ببعيد وليس بجهود معالي وزير الأوقاف أن يقوم بهذا العمل، وهو الذي أضاف إضافات واقعية للعمل الدعوي هنا في مصر وفي غير مصر. ودار الإفتاء المصرية ومجمع البحوث الإسلامية وغيرها من المؤسسات الدينية الموثوقة المعتمدة. ثالثا نوصي باتخاذ مواقف ممن يروجون ويتعاونون مع مؤسسات تدعي أنها علمية وهي في الحقيقة سرطان يوصل لمناهج العنف والكراهية، ويسيطر عليها أناس يتخذون من رؤوس الفتنة والضلال ومنظري الجماعات التطرف والإرهاب مرجعية له. الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، لقد تحملنا الكثير حتى يصل صوتنا إلى هذه المنصة، وسنتحمل أكثر وأكثر حتى تظل صورة الإسلام نقية واضحة، وحتى يظل الأزهر الشريف والمؤسسات الإسلامية المعتبرة مرجعا للمسلمين في دولة البرازيل وأمريكا اللاتينية، وحتى يتم القضاء على دعاة الفتنة وتطهير البلاد العالم من شرورهم. دامت مصر كنانة الله في أرضه، وحفظها الله وبلاد العالم من كل مكروه وسوء يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا لفضيلة الشيخ خالد رزق السيد تقي الدين رئيس المجلس الأعلى للأئمة قادما من البرازيل. الجمع الكريم اسمحوا لي أن أعرض موجزا إن شاء الله في 7 دقائق عن ورقة كتبتها لهذا المؤتمر، وإن سمح لي السادة العلماء وأنا أقتبس منهم. الحقيقة جاء هذا المؤتمر الكريم ليتناول موضوعا غاية في الأهمية هو من واجبات الوقت، وهذا وعي مقدور وجهد مشكور. نتطلع معهما إلى مزيد من الاعتناء ببقية الجوانب التي تتصل بالفضاء الإلكتروني التي تحتاج إلى يقظة ووعي وعمل جاد يؤمن مستقبل أوطاننا وأبنائنا، وخاصة ما يتصل بدعوات نشر الشذوذ والحريات المنفلتة وطمس الهوية. تلك الدعوات التي تخالف جميع الشرائع السماوية والفطرة السوية التي فطر الله تعالى الناس عليها، والتي يجب أن تقوم المؤسسات الدينية الرسمية بوضع خطة شاملة لتطوير سبل الدعوة التي تواجه هذه الدعوات بصورها المختلفة، وهذا من أهم واجبات الوقت. كما علمني أستاذي الأستاذ الدكتور بكر زكي عوض وأستاذي الأستاذ الدكتور أحمد ربيع وأساتذتي الأفاضل، الأخلاق مقوم أساس من مقومات 3 يقوم عليها الدين الإسلامي، بل كل شريعة سماوية، وهي العقيدة والتشريع والأخلاق. والأخلاق في الدين الإسلامي تتفرع على العقيدة والتشريع وتتأثر بهما، ولا شك
أن الأخلاق تتأثر تأثرا واضحا بما يتلقاه الناس من مواد إعلامية مختلفة، وهو ما يتوفر بكثرة خلال الفضاء الإلكتروني الذي من أهم خصائصه إتاحة فرص التواصل للجميع. وهذا وإن بدا مزية لدى كثير من الناس، إلا أنه في ذاته يشكل مشكلة كبرى، حيث أنه أتاح للجميع مؤهلين وغير مؤهلين، سالم النوايا أو غير سالميها، أن يتواصلوا وأن يعرضوا ما لديهم. ومع التشويش على الثقافة الدينية الصحيحة وقلة العقلية الناقدة وأسس المنهج العلمي، أقول مع كل هذا لم يعد معيار المفاضلة بين المواد المتاحة هو المقياس العلمي السليم، وإنما هو طرائق العرض الجاذبة بدءا من العناوين الملفتة إلى المحتوى إلى طريقة العرض، وهو ما يتأثر حتما بقضية جذب المتابعين. السادة الحضور، بحسب عنوان المؤتمر يمكن تقسيم ما أتيح من خلال الفضاء الإلكتروني إلى قسمين رئيسين. الأول الاستخدام الرشيد في الدعوة، ونحصره الآن في استخدام المؤسسات الدينية الرسمية، وهي جهود مقدورة ومشكورة، إلا أنها تحتاج إلى بعض الأمور. أولا تكثيف الجهود للظهور وسط هذا الزخم. ثانيا توحيد الجهود بحيث تتضافر فيما بينها ويكمل بعضها بعضا، لا أن تعمل بصورة فردية فيؤدي هذا إلى تكرار العمل وتفرق الجهد وتشتيت المستخدم. ثالثا استخدام وسائل التواصل الحديثة بشتى صورها بصورة تكاملية أيضا، فالاقتصار على بعض الوسائل يحول دون الوصول إلى كل الفئات المستهدفة داخل الوطن أو خارجه. رابعا وأظنه مهم، الاهتمام بإعداد موسوعة علمية شاملة في مختلف العلوم الشرعية والعربية من عقيدة وتفسير وعلوم القرآن الكريم وحديث وعلومه وفقه وأصول، والاعتدال وسيرة ولغة وأدب وغيرها من العلوم، بحيث تكون مصدرا علميا يتسم بالوسطية والاعتدال وبطريقة منظمة ينهل منها الباحثون والطلاب والدعاة والمثقفون وغيرهم، وتتطور باستمرار تطورا يواكب تغير الأحوال والزمان والمكان وفقا للضوابط الشرعية، وتتاح بصورة عامة عبر الفضاء فتواجه الموسوعات ذات الفكر المنحرف. الجمع الكريم، أما الاستخدام الثاني فهو الاستخدام غير الرشيد، فهذا له صور متعددة يمكننا حصرها بشكل إجمالي في صورتين. فهناك استخدام يهدف إلى نشر مادة مضللة كصفحات الفكر المتطرف بصوره المختلفة، وهناك استخدام حسن القصد لكنه بدون تأهيل علمي وسلوكي كاف للتصدر وبدون إجازة من العلماء المتخصصين، وحسن القصد وحده لا يكفي. وهنا لا بد من بيان أمور. أولا التطرف الديني لا يقتصر على صورة واحدة فقط، بل هو يشمل عدة صور، فهو يشمل الدعوات المتطرفة التي تؤسس للإرهاب، كما أنه يشمل الدعوات التي من شأنها التشكيك
في ثوابت الدين والقيم وإثارة الشبهات وإن بصورة غير مباشرة، وهو ما يجب تصحيحه وبيان الشروط التي يجب توافرها في من يتكلم في الدين. هذه كلها دعوات متطرفة هدامة تعمل على هدم الدين وزعزعة كيان الوطن، لأن الدين مقوم أساس من مقومات ودعائم الوطن، والحفاظ على الوطن هو حفاظ على المقاصد الشرعية الضرورية الخمسة. وهذا كله يؤثر في القيم، لأن هذا عبث بقضية العقيدة والإيمان، وهي أساس تعتمد عليه الأخلاق، وعبث بقضية الأحكام، وهي أيضا أساس تعتمد عليه الأخلاق. ثم من جهة أخرى هو يجرئ العامة على اقتحام المجالات المتخصصة دون تأهل، وهذه كارثة علمية وأخلاقية. ثم إن هذا الزخم الذي تعرض فيه القيم والأخلاق وفق الأهواء والفهوم الخاطئة يؤسس لكارثة كبرى تهدد أي مجتمع تلم به، ألا وهي قضية نسبية الأخلاق. فالأخلاق في أصلها ثابت، في أصلها ثابتة مطلقة لا تتغير بتغير الأشخاص والأحوال والأزمان والأماكن. السادة الحضور، يطول بنا تتبع هذه الصور وتحليلها، ولذا أرى أن أوجز التوصيات الخاصة بهذا القسم، وهي لابد من تعاون وتكامل بين المؤسسات الدينية لوضع خطة لمواجهة هذه المخاطر بصورة علمية عملية، علاجا للواقع وتأمينا للمستقبل. لابد من أن تقوم المؤسسات الدينية بنشر ثقافة الاستثاق والتثبت من المعلومات وتمييز المواقع الموثوقة من غيرها، وذلك وفق خطة مدروسة. الجمع الكريم هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. واسمحوا لي حضراتكم معنا 5 دقائق إذا سمحتم لي أن نستمع إلى أي استفسار أو مداخلة فيما لا يزيد عن 1 دقيقة. تفضل. المايك إذا سمحتم. في 1 دقيقة سيدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا فقط. الله أكبر. ما شاء الله. المعذرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا كنت أريد أن أسألك سؤالا لأستاذنا رزق. عندما عرض لموضوع الذين انخدعوا بفكرة الجماعات المتطرفة في برازيل، لم يتضح من الأرض مدى أن تكون الشبكات أو الفضاء الإلكتروني، لأن يعني المسألة تحتاج إلى أن تتحقق أنه عبر الفضاء الإلكتروني هو الذي تم تجنيد هؤلاء. الأمر الآخر، أليس هناك عوامل داخلية في برازيل ما لها علاقة بمنطقتنا الشرق الأوسطية في أن يتوجه هؤلاء الشباب أو أن يقعوا في مثل في مصيدة هؤلاء؟ لأن هناك عوامل داخلية قد لا تكون لها علاقة
الخطاب الموجود عندنا في منطقتنا العربية أو الإسلامية. اسمح لي سعادة الرئيس أجيب على هذا. قبل أن تجيب فقط أريد أن أوضح أن أهل الشر يريدون طمس الهويات في كل المجتمعات الشرقية والغربية، الإسلامية وغير الإسلامية، لأن الشر لا يفرق بين أحد وآخر. ومن المؤكد أن كل المجتمعات حريصة على أن تعيش في أمن وأمان وسلام، وبالتأكيد كل الأفكار المنحرفة تأتي إلى المجتمعات من خارجها. تفضل يا سيدي. شكرا فضيلة الشيخ، الله يبارك فيك. هو ما تحدثنا به هذا وقائع وليس خيالا. من خلال وقائع التحقيقات والقضاء البرازيلي الذي تجاوز حوالي 300 صفحة، هؤلاء الشباب 12 ممن اعتنقوا الإسلام تم تضليلهم عن طريق الفضاء الإلكتروني، وكانوا بطريقهم لعمل عمليات إرهابية، وما زال هذا وما زال. أما العوامل الداخلية بالعكس، المساجد مفتوحة ومؤهلة لاستقبال هؤلاء الشباب، ولكن الفضاء مسيطر عليه، الفضاء الإلكتروني مسيطر عليه ومترجم إلى اللغة البرتغالية. شكرا جزيلا فضيلة الشيخ خالد رزق على هذه الإجابة الموجزة المعبرة، ولكن اسمحوا لي السادة الحضور أحدث نفسي أولا. هو لنسأل أنفسنا سؤالا مهما، وهو كيف انتشر الفكر المتطرف سواء يمينا أو يسارا؟ لم ينتشر إلا من خلال أكثر يعني إلا من خلال الفضاء الإلكتروني، ولكنهم اختاروا سبلا وصورا مختلفة. في البداية درسوا المجتمعات دراسة واعية بدقة، وأدركوا أن الشباب في هذا المجتمعات كيف نصل إليه وبأي وسيلة، وبالتالي استخدموا الوسائل المناسبة للشباب في كل مجتمع، وقد تختلف هذه الوسائل، وهي بالفعل تختلف عن الوسائل التي يستخدمونها أو استخدموها في مجتمع آخر. وهذا يوجب علينا نحن المتصدين للدعوة، نحن الوعاظ والدعاء، يجب علينا أن ندرس الواقع دراسة واعية دقيقة، وأن نختار الوسيلة والصورة المناسبة للفئة المستهدفة. تشرفت وحظيت بهذه المكانة الراقية التي من خلالها تشرفت بالجلوس مع أساتذة أفاضلة جاءوا. الوقت انتهى وأظن أننا، ولكن بما أنه من سيدة فاضلة، وقال صلى الله عليه وسلم واستوصوا بالنساء خيرا، فهي من القوارير، ولك الحرية المطلقة في دقيقة واحدة إذا سمحتم لي سيدتي. أقل إن شاء الله. ألف شكر لحضرتك يا أستاذنا. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. وبعد، مع حضراتكم دكتورة ميادة صارو. أولا أنا في أقل من دقيقة عايزة أذكر دور وزارة الأوقاف المصرية وتوظيفها المثالي في الفضاء الإلكتروني. أولا شهدت وزارة الأوقاف المصرية في العشرية الأخيرة وفي كل الأصعدة نشاطا ملحوظا تحت قيادة معالي الوزير الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة. وأنا من خلالكم أوجه رسالة شكر لمعاليه ولكل منتمي الوزارة. هذا أول شيء. ثاني شيء لي سؤال بسيط لفضيلة الشيخ مهاجري زيان. بعد إذن فضيلتك، يعني محتاجة أعرف ما هي الآليات لنشر الفكر الوسطي المعتدل من خلال هيئتكم. شكرا. الآليات التي تستعملها الهيئة الأوروبية للمراكز الإسلامية لنشر الفكر الوسطي كثيرة جدا، منها أولا تفعيل المراكز الإسلامية. المراكز الإسلامية لها دور كبير في المجتمعات،
الأوروبية، ويعني هي ملاذ المسلمين وهي مرجع المسلمين، فالمسلمون يقبلون عليها للمحافظة على هويتهم، فيتعلمون اللغة العربية ويتعلمون الدين الإسلامي ويحفظون شيء من القرآن ويستمعون إلى المواعظ، كل هذا يحدث في المراكز الإسلامية. فتفعيل نحن نستعمل هذه الآلية، ثم كذلك التعاون مع المؤسسات الدينية المعتدلة، ومنها المؤسسات الدينية في مصر كالأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء، ويعني فيها إطارات من وزارة الأوقاف تزور يعني مراكزنا وتقدم فيها دروس ومحاضرات وتتعامل مع الشباب بشكل مباشر. وكذلك كما ذكرت في مداخلتي استخدام الفضاء الإلكتروني واستعماله والاستفادة منه، خاصة بعد كورونا، بعد ما ابتلينا بكورونا، فكان هذا دافع لأن نهتم أكثر بهذه الوسيلة. والحمد لله الهيئة الأوروبية للمراكز الإسلامية قامت ببرامج كثيرة خاصة في فترة كورونا عن طريق استعمال هذه التقنية، وقد يعني توصلنا إلى أن يسمع صوتنا وأن نبلغ هذا الفكر المعتدل لشرائح كثيرة في المجتمع الأوروبي. شكرا جزيلا. وكنت قد طلبت من أستاذي الأستاذ الدكتور أحمد ربيع أن يعرض لتوصية في نهاية الجلسة، فليتفضل مشكورا. أكرر التوصية التي ذكرتها في البحث: المحافظة على هوية الأمة في لغتها، وتشريع القوانين التي تعيد إليها مكانتها في الإعلانات وأسماء المحال التجارية وغيرها، وأيضا شغل الفضاء الإلكتروني بمقاطع قصيرة مصورة تجذب انتباه الشباب للإسلام. وشكرا. السادة الحضور، السادة الأساتذة العلماء الأجلاء، الأستاذ الدكتور أحمد ربيع أحمد يوسف، الدكتور مهاجري زيان، الدكتور محمد سليم الندوي، فضيلة الشيخ خالد رزق السيد تقي الدين، شاركوا بأوراقهم هذه وبما طرحوه من رؤى وأفكار في المؤتمر، وهذا المؤتمر بأوراقهم وبأوراق كافة المشتركين يرصد الحالة ويبين أسبابها ودوافعها ويقدم مقترحات وتوصيات قابلة للتنفيذ لعلاج هذه الحالة. الشكر موصول لحضراتكم جميعا وللسادة العلماء الأجلاء أعضاء المنصة. هذا وآخر دعوانا، الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.